تحت رعاية صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب يعقد مؤتمر حقوق الإنسان بين الواقع والطموح، والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار سعادة النائب عبد الرحمن بومجيد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب. مساء الخير. مساء الخير يا بداية حمزة. يعني كيف أتت فكرة هذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. بداية يجب التأكيد بأن ملف حقوق الإنسان مملكة البحرين حقق إنجازات كبيرة وعديدة بفضل اهتمام جلالة الملك حفظه الله ورعاه، إلا أن في حاجة ماسة إلى أبراز هذه الإنجازات كانت داخليا وخارجيا. فلجنة حقوق الإنسان عندما تشكلت هذه المرة أعدت بتوجيه من معالي رئيس مجلس النواب الأخ أحمد بن إبراهيم الملا كشف الفعاليات التي يجب أن تنظم من قبل مجلس النواب، وبدأنا حقيقة بفعالية يوم التسامح. اليوم غدا نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أولا لإبراز إنجازات مملكة البحرين داخليا وخارجيا، الأمر الثاني لسد ثغرات تشريعية إن كانت هناك ثغرات من خلال المتحاورين الذين راح يشاركون في هذا المؤتمر. الأمر الآخر الرسائل يرسلها مجلس النواب إلى المدعوين، خصوصا بأن مجلس النواب حرص على دعوة رؤساء البعثات الدبلوماسية في مملكة البحرين، الدكاترة من الجامعات والطلبة والمهتمين بالشأن الحقوقي. اليوم الكل على قناعة بأن مملكة البحرين لديها العديد لإبرازه، ولكن هناك الحلقة المفقودة في إيصال المعلومة والرسالة. احنا من خلال دعوة رؤساء البعثات الدبلوماسية نهدف إلى أن يكونوا على تواصل مستمر مع ممثلين الشعب في مجلس النواب، نقل الحقائق والواقع من خلال التقارير التي يتم تعميمها واصدارها من خلال هذه البعثات الدبلوماسية في مملكة البحرين. طيب دعني أسألك، ما هي أبرز الموضوعات التي سوف يتم مناقشتها يوم غد؟ يمكن المحاور تم وضعها بعناية بتوجيه من معالي الرئيس. أولا راح نتطرق إلى الأسس والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم إلى المعايير العربية. يأتي بعدها المحور يتعلق بوضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين وإنجازاته والالتزامات على الحكومة مقارنة بالاتفاقيات اللي وقعتها مملكة البحرين، وراح يتم مقارنتها مع الأسس والمعايير الدولية، إضافة إلى طرح موضوع دور السلطة التشريعية في تعزيز التشريعات ومبادئ حقوق الإنسان إن كان من خلال التشريعات أو من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية اللي دشنها مجلس النواب بالتواصل مع مختلف البرلمانات أو من التواصل المحلي إن كان من خلال التواصل مع المجالس البحرينية أو مع رؤساء البعثات الدبلوماسية. الأمر الآخر دور مؤسسة حقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات، لهم دور كبير راح يكون لهم كلمة لإبراز هذا الدور، إضافة إلى استضافة دور مؤسسات المجتمع المدني والآلية التي يجب أن يتم تعزيز دورهم في مملكة البحرين وخارج البحرين. احنا مجلس النواب واهتمام معالي الرئيس نريد أن ننقل هذا المؤتمر إلى البرلمانات الدولية، إن كان في البرلمان الدولي أو في جنيف أو الولايات المتحدة الأمريكية. متحدثين من البحرين يوصلون رسالة ورؤية مملكة البحرين إلى الخارج بكل وضوح وسهولة. احنا في مملكة البحرين على قناعة، يعني ما عندنا شيء نخفي في مجال حقوق الإنسان. صحيح. ولا ندعي الكمال، ولكن في إرادة قوية من قبل جلالة الملك والحكومة الموقرة
والسلطة التشريعية والشعب البحريني بالمضي قدم في ملف حقوق الإنسان. يكفي اليوم مملكة البحرين بأنها يعني ليست فقط تنفذ الالتزامات، ولكن أصبحت تأخذ المبادرات، خصوصا مبادرة جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية، والتي تم يعني قرارها أن تكون مستقبلا في مملكة البحرين. يعني نتطلع من خلال هذه المؤتمر تكون نوصل رسالة إيجابية عن البحرين بإذن الله. الرسالة الأخرى بأن نحن مملكة البحرين ومجلس النواب دائما يعني الأبواب مفتوحة، نسمع من كافة المنظمات والبرلمانات الدولية، إن كان فيها شيء إيجابي أخذنا به، وإن كان في نقد بناء نأخذ فيه، ولكن في نفس الوقت نرفض التسييس العمل الحقوقي. جميل جدا، بكل توفيق بإذن الله تعالى. سعادة النائب عبد الرحمن بومجيد، رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، كنت معنا في الاستديو. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا.